مواقع التواصل الاجتماعي تدخل على خط ازمه سد النهضه، فالمصريون المقيمون في الخارج ينشرون فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي عن احقيه مصر في مياه النيل تلبيه لدعوه وزاره الهجره. واثيوبيا بدورها تطلق حمله على تويتر تحت شعار لن تمنعنا اي قوه في الارض من بناء سدنا وملئه. في هذا الوقت استبعدت وزيرة الخارجية السودانية الخيار العسكري لمنع أدي سبابة من مواصلة مشروع سد النهضة فماذا يحقق تبادل الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وما جديد أزمة سد النهضة أيضا؟ ضيفنا من القاهرة بل ضيفتنا من القاهرة الليلة مديرة تحرير صحيفة الأهرام والخبيرة في الشؤون الإفريقية أسماء الحسيني صدى أسماء أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار إلى أي مدى يمكن اليوم لدخول مواقع التواصل الاجتماعي على خط هذه الازمه ان يخدمها وكلنا يعرف ما مدى قوه تاثير مواقع التواصل الاجتماعي اليوم. نعم اهلا وسهلا، التحيه لك ولكل المشاهدين الكرام. سد النهضه ازمه سد النهضه اخذت الان منحا تصعيديا ينطوي على كثير من التعقيد والخطوره والحساسيه التعقيد بسبب تراكم الفشل والخطوره بسبب ما وصل اليه الامر من انسداد افق التفاوض السياسي وتعنت الاطراف وبقاء خيار الاجراءات الاحاديه من جانب اثيوبيا الوضع الآن في غاية الحساسية ويستلزم من جميع الأطراف أن يراعوا أن يخشى أن يؤدي هذا الأمر إلى تصعيد خطير في الموقف إذا ما تم اتخاذ أي إجراءات أحادية ليس الأمر قاصر على وسائل التواصل الاجتماعي بل هناك خطوات تصعيدية أيضا على الأرض شعبيا والجانب الحكومي نرى أن هناك مساعي كبيرة من قبل كل الأطراف ل كل طرف يسعى إلى تعزيز مواقفه لدى المجتمع الدولي، وهناك اتهامات متبادلة رسمياً، والجانب الشعبي في كل دولة يسعى إلى مناصرة الموقف الرسمي للدولة وإيصال صوته إلى العالم، ومن هنا جاء هذا التحرك الشعبي المصري عبر فيديوهات تتحدث بكل اللغات العالم في بعض الفيديوهات بسبع لغات وفي أخرى ب 11 لغة طيب. من أجل إيصال صوت مصر بأن هذه حقوقها وأنها يجب أن تحافظ لكن عليها لكن أستاذ أسماء يعني اليوم ينتقل هذا الصراع اللي تابعناه على مدى السنوات إلى تويتر يعني أمام أو بمواجهة هذه الحملة في حملة أخرى تقودها إثيوبيا تحت شعار لن تمنعنا أي قوة في الأرض من بناء سدنا وملئه وبالتالي ما تبعات هذه التطورات بتقديرك؟ هل في خطورة من أنه ينزلق الموضوع إلى ما أبعد من ما شهدناه خلال المفاوضات نعم بالطبع هذا المدى الواسع من الاستقطاب بين الشعوب الثلاث وليس الشعوب الثلاث وحدها حذرنا من قبل أن ربما هذا يؤدي إلى استقطاب عربي أفريقي استقطاب في المنطقة كلها ويؤدي الى تهديد امن وسلم الشعوب وامن وسلم المنطقه والعالم كله، هذا ما يجري الان هذه الشعوب كانت تحتاج ان توجه جهودها من اجل التنميه والبناء وبناء وحدتها الداخليه وكل شعب من شعوبنا الثلاث يواجه تحديات كبيره على جميع الاصعده الاجتماعيه والتنمويه والسياسيه والاقتصاديه وفي ظل جائحه كورونا اللي القت بظلالها على الجميع ايضا، لكن بدلا من ذلك ندخل في معركه اخرى وبالطبع استنز... هذا نوع من استنزاف جهود الشعوب وفي واقع الامر هو سلاح ذو حدين في رايي لانه مطالب سقف مطالب الشعوب يتصاعد والمطالب كل ترتفع وكانه هناك صراع ويجب ان نخوض صراع مسلح حتى لا يرضى البعض عنه بديلا وهذا الامر وان كان يعزز مواقف الحكومات في الدول الثلاثه الان ويوصل صوتها الى العالم الخارجي لكنه م. ربما مستقبلا يكون عائق في وجه أي مرونة يمكن أن يبديها أطراف التفاوض استجابة لتطورات الموقف الدولي الآن أستاذ أسماء سأعود معك إلى الخيارات إن سمح لنا الوقت لكن مسألة أن يتم الاعتماد على الجاليات المصرية بالخارج حتى يؤثروا في مجتمعاتهم م. لو توضحي لي هنا في هذا الإطار إلى أي مدى بإمكان الجاليات المصرية فعل ذلك نعم الجاليات المصريه في اوروبا والولايات المتحده وغيرها من دول العالم هي جاليات مؤثره وبعضها منظم تنظيم جيد ولعب ادوار سابقه في دعم وجهه النظر المصريه في أوقات كثيرة حينما يكون هناك هجمة من المجتمع الدولي أو اتهامات ما إلى الإدارة في مصر كانت هذه الجاليات تقوم بمهمة كبيرة في تعزيز الموقف الرسمي المصري وبالتالي هذه الجاليات هي قادرة على التواصل مع الكونجرس الأمريكي ومع المجالس في أوروبا وفي غيرها من دول العالم من أجل إبراز الحقوق المصرية والضرر الذي سيقع على ملايين من الشعب المصري في حال تم بناء السد الاثيوبي وملئه بدون التوصل الي اتفاق ملزم وعادل يضمن انسياب حصه مصر المائيه التي هي بالكاد تكفيها ولا تستطيع ان تنقص منها مزيد من المياه وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي استبعدت أسد أسماء الخيار العسكري خلال تصريحاتها الأخيرة وتقول أنه يجب العمل على خيارات دبلوماسية لا تزال موجودة ما هي هذه الخيارات الدبلوماسية التي لا يزال بالإمكان العمل عليها بعد يعني إجراء جولات عديدة من المفاوضات بقت جميعها بالفشل نعم هناك الان تحرك مصري سوداني من اجل ايصال صوت البلدين وحقوقهم العادله الى المجتمع الدولي وهناك الان تحرك سواء المباحثات اللي تمت واللي كانت بحضور المبعوثين الامريكي والاوروبي وكان هناك تصريحات لافته بالامس للمبعوث الامريكي يدعو لعدم اتخاذ اي اجراءات احاديه والعوده الى المفاوضات واليوم ايضا هناك تصريحات ل الاتحاد الاوروبي يطالب فيها اثيوبيا ب يعني تبادل البيانات قبل اي ملء للسد لم يتبلور موقف قوي في المجتمع الدولي ومصر والسودان الان يعملان على جميع الاصعده عربيا وافريقيا ودوليا من اجل الضغط على اثيوبيا للوصول الى اتفاق ومن اجل ابراز قضيتهم العادله واعتقد انه عليهم مهمه كبيره الان في ابراز هذا الضرر الذي يمكن ان يكون مهدد للسلم والأمن الدوليين لأنه على ضوء هذه النقطة سيتوقف تحرك المجتمع الدولي أعتقد أن الأمم المتحدة الآن مطالبة بالتحرك وأمنها العام يمكن أن يتخذ خطوات من أجل التحرك في هذا الملف عندما يرى أنه مهدد للأمن والسلم لكن الدوليين لكن وقد في وقت صادق لو سمحت لي عن هنا أيضا في هذا نتحدث عن الاعتماد على المجتمع الدولي عن عملية استقطاب يعني الرأي العالمي والإقليمي هل ينتج كل ذلك تأثيراً على مواقف الدول الثلاث؟ يعني ولو كان ذلك صحيحاً هل يمكن القول أن العالم وقف كل هذه السنوات متفرجاً على أزمة صد النهضة؟ نعم بالطبع الامور معقده على الصعيد الدولي واللجوء لمجلس الدولي الامن الدولي ايضا له تعقيداته وحساباته والمجتمع الدولي له حساباته لكن ان اجلا او عاجلا عاجلا او اجلا سيدرك المجتمع الدولي خطوره ومغبه ترك هذا الملف بدون حل وكلنا نرى الان التداعيات السودان اعلن بالامس استعدت ل 90% من أراضيه التي يعتبرها محتلة من قبل أثيوبيا في الفشقة المجاورة لأثيوبيا وأثيوبيا تقول أن السودان يحتل أراضيه وأنه المجتمع الدولي يزعم ذلك طبعاً وأنه المجتمع الدولي يسكت أي أن القضايا تختلط وينتج عن ملف أزمة سد النهضة العديد من القضايا والعديد من التعقيدات الأخرى وهذه الدول الكبرى والمجتمع الدولي كله له مصالح في هذه المنطقة في الدول الثلاث هذه منطقه حيويه من العالم واعتقد ان مصالحه سيتضرر جميعا وسيضطر للتدخل بشكل يوقف هذا العبث في ملف المفاوضات ويؤدي الى حل هذه القضيه قضيه النهر المشترك برؤى مشتركه بين الدول الثلاث وتنحي بذلك التصعيد الذي سيقود الى ما لا يحمد عقباه ليس على الدول الثلاث وإنما على المنطقة والعالم كله. منتظار هذا الخرق في جدار هذه الأزمة، أستاذة اسماء إثيوبيا مستمرة بملئها الثاني للسد، وبالتالي اليوم في آه هذا ال... خلينا نقول التح... بعد كل التحذيرات اللي حصلت مقابل هذه الخطوة اليوم، كيف يمكن لها أن تؤثر أيضا على مسار المفاوضات؟ هل تتوقعون أن يجتمع الأطراف الثلاث قبل عملية الملئ الثاني؟ يبدو ان هناك مساعي الان داخل الاتحاد الافريقي الكونغو الديمقراطيه التي ترأس الاتحاد الافريقي هذا العام والتي بذلت جهود في الاجتماع بالاطراف الثلاث والتمهيد لمفاوضات كنشاسه لا تريد ان تعترف بالفشل وتسعى لاستئناف المفاوضات وربما المبعوثين الولايات المتحده والاوروبي اللذين كانا مجرد مراقبين في هذه المفاوضات لا يمكن لهما ان يدلوا بمقترحات او يساعدوا الاطراف على التوصل الى حل اعتقد انه بعد هذا الفشل الذي باءت به المحادثات الاسبوع الماضي سيكون لهم دور اكبر في من اجل التوصل الى اجنده يتم على اساسها بدء المفاوضات بعد ان فشلت الدول الثلاث في التوصل الى مسار ومنهج واجنده هذه الجوله الجديده من المباحثات اعتقد انه هناك جهود افريقيه لكن هي ستكون محتاجه لاقناع دولتين مصر والسودان اللذين تشعران بالقلق من مضي الوقت دون ما نتيجه شكرا جزيلا لضيفتنا من القاهره مديره تحرير صحيفه الاهرام والخبيرة في الشؤون الافريقيه اسماء الحسيني